أنا ما بدي أتعكر مزاجكم أبداً. الدولة عم تقيس النبض كل فترة. مو هي بتعمل مداهمات؟ هالمرة أول مرة بيعلنوا فيها عن الشيء قدام الكل. هي اسمها جرأة بصراحة. وأنا بدي أعرف ليش. بيقولوا دائماً انتو فيكن تبيعوا سلاح للي بدكن اياه، بس هدول ما بتبيعوهن سلاح ابدا. نحنا ما لنا شغيله عند هالدوله، نحنا الملوك بهي الدوله، واللي معه مصاري نحنا منبيعوا سلاح. طالما انتو ما بدكن تبيعوا سلاح لحدا فمعناها بلا ما تصنعوا سلاح، ما هيك؟ رح نموت اذا ما في حرب. طالما في كل هالبطالة بالعالم معناها لازم يموت شي حدا. الدنيا فيها لاستيعاب محدد. مزبوط والله. هالبشر إذا دبقوا فكرة السلام رح يوقف شغلنا. إذا بتعلق بين الهند والصين منروق كلنا. سيد أوزر، قول لجماعتك يرموا قنبلة ذرية فوق هالدولتين، بلكي وقتها منخلص منهم ومنرتاح، لأنه حتى هدول بلشوا يضايقوا علينا بشغلنا. رفيق، كلامي ما في نقاش أبداً، ما هي؟ معقول؟ كلامك بالنسبة إلي أوامر سيد أونال. الاجتماع الماضي ما كنت؟ أنا كنت برا، عملت عملية لرجلي وحتى أخي كان معي. اسمعوا، بيوم من الأيام الأسد ملك الغابة قال رح أخذ مرتي ونروح نقضي عطلة بشي مكان. الروحة بالعطلة حلوة كتير، بس مين بده ياخد مكاني؟ إذا حطيت الديب رح لاقيه، بس ارجع حاطت للغابة نظام جديد. وإذا حطيت الثعلب، هذا واحد ماكر رح يعلق الكل ببعضه وما بيضل أي نظام بالغابة وقتها. وإذا حطيت الفيل، هذا من كتر مو شايف حاله ضخم وكبير ما رح يفكر يهتم بمشاكل الحيوانات. فقال لحاله أحسن شيء إنه حط الأرنب مكاني. وفعلاً حط الأرنب مكانه وراح بإجازة. تاني يوم قرر الأرنب يطلع جولة تفتيش بالغابة. هو بالجولة شاف الديب بطريقه، قال له تعال هول أشوف ليش ماشي وشايف حالك، وضربوا كفين للديب. الديب قال إذا قطعت شقف للأرنب شو بيصير وقتها؟ رح يجي الأسد من الرحلة ورح يحاسبني أكيد. قام وراح كمل طريقه. وبعدها شاف الثعلب. قام راح قال له يا ثعلب اوعى تعمل حركات من ورا ظهري، فهمان؟ وإلا صدقني بكسرك تكسير. وضربوا كفين. الثعلب فكر، بكرة بس يرجع الأسد أنا باخد حقي، هلأ خليني ساكت أحسن شي. الثعلب حط الخطة تبعه وكمل طريقه. شو ها بيطلع قدام الأرنب الفيل؟ قام راح وقال له أنا بقدر قيم خرطومك وحطه بغير مكان. الفيل ما اهتم بحكي الأرنب وكمل مشي. فجأة الأرنب شاف قدامه الدب وراح لعند الدب وقال له تعال قلك، انت مجرد دب ابن دب مو أكتر، لا تكون مفكر حالك شغلة كبيرة هون يعني. الدب ما فهم عليه، قام مسكه وبلش يضربه من شجرة لشجرة تانية. بعدها الأرنب صار مدمي من كتر الضرب وقت جن جنانه. Thank you.